شهد منتدى شباب الجزائر المنظم من طرف المجلس الأعلى للشباب في طبعته الأولى والموسوم بالمواطنة وتمكين الشباب سياسيا الذي سيجري على مدار 3 أيام بولاية تبسع، شهد توقيع 3 اتفاقيات بين عدة هيئات ومؤسسات. التغطية لسليم دريد. اتفاقيات أردناها أن تكون في سياق تنمية المواطنة لدى شبابنا وروح التطوع، في سياق تطوير قدراتهم وإكسابهم كثير من المؤهلات التي تجعلهم أكثر استعداداً للانخراط في مختلف حملات التطوع والاستعداد لتقديم البصمة الإضافية في مجتمعنا بحول الله تعالى وأخوته. فلذلك عقدنا اتفاقية مع الحماية المدنية، مشكور السيد المدير العام على هذه الاستجابة من أجل تكوين شبابنا في مختلف أنحاء التراب الوطني وشباب المجلس الأعلى للشباب لاكتساب مهارات الإسعاف الأولي ولاكتساب مهارات يعني تقديم المساعدة في مختلف الظروف الصعبة والكوارث التي يمكن أن يشهدها وطننا العزيز. مع الهلال الأحمر كذلك عقدنا اتفاقية من أجل توطيد العلاقات والقيام بالعديد من الأنشطة مع جامعة ورقلة ومع مخبر تمكين الشباب سياسيا. كذلك عقدنا اتفاقية من أجل التعاون من أجل تعميق هذه المعاني ومرافقة المخبر وكذلك استفادة من نتائج الدراسات التي تقدمها الجامعة.